السلام عليكم دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل فورم واحد هحط فيه تكست بحيث لما بستخدم يضغط الزرار يظهر معايا في فورم اتنين على اساس يبقى عندي اكتر من لافته والمعلومات بتنقل بينهم. هعمل الموضوع ده ازاي؟ هبدا احط البوتن بتاعي، احط الليبل وبعد كده احط التكست بوكس بتاعتي اهوت بالشكل ده. طيب انا عايز بوتن 1 يظهر لي فورم اتنين، طب انا لازم عندي فورم اتنين عشان يبدا يظهر معايا. هعمل ايه؟ هاجي هنا واقول له اد ويندوز فور اتنين اد، تمام؟ فهنا البوتن في عندي هنا، ممكن ادخل هنا الكليك بتاعي هنا في حاجه اسمها بوتن كليك 1. طيب ادخل هنا فورم 1 بوتن 1 كليك، لما حد يدوس عليه اقول له فورم اتنين اعرفه متغير جديد مثلا اكس بتساوي نيو فورم اتنين فورم اتنين، واقول له اكس دوت شو اظهر لي النافذه ديت، تمام؟ لما اقول له ستارت واقول له بوتم 1 هيبدا يظهر لي فورم 2. طيب وانا فاتح كده اقدر اسمع فورم 1؟ اه مفيش اي مشكله خالص. طيب لو عكستها بقى او عملت بدل شو دي خليتها شو شو دايلوج واقول له ستارت، اجي هنا تلاقي النافذه دي، لو جيت تدوس على النافذه 1 يرفض، لازم تقفل دي الاول عشان تقدر تتعامل مع فورم 1. طيب خلينا بقى نروح لفورم 2، احط فيها ليبل. الليبل ده اسمه ايه؟ ليبل واحد، خليه ليبل اتنين عشان ايه نفرق بينهم، تمام؟ خلي بالك انا غيرته فين؟ في النيم، هو ده اللي بستدعيه. لو انت عايز تغير التكست لازم تيجي هنا في التكست وتكتب اي حاجه انت عايزها، اللي بس التكست اللي بيتكتب ده ملوش علاقه بالكود خالص. طيب هخش هنا في فورم اتنين، تمام؟ هلاقي عندي هنا انا ان هو الحاجه دي متصل فورم 2 بس، فانا عايز لا اعدل فيها واخليها بابليك، فهدخل هنا في حاجه اسمها فورم 2 ديزاينر، تمام؟ الاقي برايفت هقول له لا خليها بابليك، عرف المتغير ده ان هو بابليك. بابليك بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اقدر استدعيه من اي مكان. اسمه ايه المتغير ده؟ اسمه ليبل 2. طيب هروح هنا فورم 1 وهاجي هنا هقول له الاكس دوت ليبل 2 دوت تكست، يعني انا عايز التكست نفسه ياخد قيمته منين؟ ياخد قيمته من التكست اللي عندي اللي هو تكست بوكس 1 دوت تكست، ايا كان النص اللي هناك، تمام؟ خده وابدا اتعامل معاه. طيب خلينا نشوف الستارت، زي ما انت شايف الكود سهل وما فيهوش اي تعيد خالص. اكتب مثلا معاذ معاذ واقول له بوتن 1 هيبدا يظهر لي اسم معاذ في فورم 2، تمام؟ فده انا كده قدرت انقل المتغير من المكان اللي كان، كل اللي انا عملته ان انا خليته بابليك وبدات ان انا استدعيه من اي فورم.